بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان بدنا نتكلم على الاكسل 2013. بس قبل ما ابدا في الاكسل 2013 بدي اوضح شغله مهمه كتير جدا، بانه معظم الناس تظلم اكسل. يعني اكسل هو البرنامج الذكي المظلوم. ليش؟ لانه المسائل التي تعرض على اكسل، الشخص اللي ما بيعرف يحلها على الورقه والقلم بيفكر اكسل بده يحل له اياها. فالاصل انه حضرتك انت كطالب او كانسان بدك تستخدم اكسل، على الاقل تكون فاهم ايش اللي بدك اياه. اذا كنت فاهم ايش اللي بدك اياه تستطيع انك انت توظف اكسل، وستجد اكسل ايش ماله برنامج مفيد. لو انتقلنا لاكسل الان في اللي هو البرامج، هذه هي الواجهه تبعت اكسل. تمام، الملف تبع اكسل يسمى مصنف. ملف اكسل ايش بنسميه؟ مصنف. بينما ملف الوورد بنسميه مستند. ايش بنسميه؟ مستند. تمام، المصنف يتكون من اوراق عمل، هي اكثر من ورقه. تمام، وكل ورقه عمل تتكون من اعمده ومن صفوف، وتقاطع الصف والعمود يعطيني ما يسمى خليه. هذه الخليه اسمها بي 2، معلم للبي ومعلم التنين. نبدأ باسم العمود ثم اسم الصف، وهي هنا اسم الخلية. لو حطيت المؤشر هنا مربع مين؟ الاسم. هذا الاسم ايش اسمه؟ D7H4. واضحة الفكرة في هذا الاتجاه. تمام، عشان ابدأ اكتب بدي اكبر اللي هي الشاشة عشان نحاول نستفيد من الوقت تبعنا. الان انا بدي اعطي تمرين زي ما بدأت فيه، حكيت انه التمرين هذا لازم اكون انا فاهمه واستطيع ان انا اقدم تقرير ورقي له. التمرين بيتكلم انه انا بدي افترض انه انا بدي اروح على السوبر ماركت اللي في الحارة عندنا في المنطقة، معاي 500 شيكل، مطلوب مني ان انا اشتري سكر ورز وحليب وسد دين سابق. تمام، 200 شيكل، وطلب مني ان انا اعمل تقرير. اذا انت هذه ممارسة حياتية يوميا، كلنا احنا بنشتري من السوبر ماركت، لكن ليس الجميع يستطيع ان هو يستخدم طريقة حلوة في عرض تقرير الانجاز تبعه، صح؟ تمام. فانا الان بدي احاول اشتغل بالفكرة اللي انا طلبتها. هحط هنا رقم متسلسل، بعدين حاجي اكتب هنا الصنف، وبعدها بدي اكتب الوحدة، رطل ولا كيلو. اذا هنا مين؟ الوحدة. بدي احط سعر الوحدة، وبدي احط الكمية، وبدي اجي هنا احط الاجمالي. تمام، الآن مش هركز على التنسيقات ولا الألوان ولا أي حاجة، بدي أركز على المضمون. تمام يا سيدي. الآن في شغلتين بدي تحفظهم عني في الإكسل، عشان هذه هي مفاتيح أنت بتستفيد منها في إكسل. الخلية هذه إيش اسمها؟ خلية هذا A2. هذه الخلية في وضع اسمه تحديد. إيش اسمه؟ تحديد. لكن لو ضغطت عليها دبل كليك هيكد او اف 2 صارت في وضع مين؟ تحرير. وضع ايش؟ تحرير. شايف المؤشر؟ ايش اسم المؤشر هذا في لغة العرب؟ اسمه ابو لطفي. احسنت، ابو لطفي بضوي وبطفي. زي ابو لطفي لما بدخل الدار ايش بصير؟ كل الدار بتطفي. شايف القوائم هذه؟ طفت. في شغل هذا التحرير. تمام، زي ما امك بتكون قاعدة على الجوال بتحكي مع اختها، اول ما بيصل ابوك ايش بتسوي؟ بتعمله سكت، خلصنا، ابو لطفي اجا. طب مين بيحكي لي ايش اسمها ام لطفي؟ ام لطفي اسمها تحرير. خالتك ام لطفي ايش اسمها؟ تحرير. الآن بمجرد ما يطلع أبو لطفي كل الدنيا بترجع تانية وبتضوي. تعرف
وجود أبو لطفي المؤشر هذا وجوده في الخلية. إذا أبو لطفي عند مين؟ أم لطفي. عمر واحد إنسان. تمام جميل. إذا هنا وجود أم لطفي وأبو لطفي تمام بيعطل شغلات كتير. عشان كده يوم الامتحان ما تيجي تتكلم معايا أو في أي حاجة تيجي تقول والله الإكس الخربان ليش؟ يعمل زي الضارة، بتتكهرب الضارة أول ما بيصل أبو لطفي كله إيش ماله؟ مستنفر صح؟ تجيش تقول لي الإكس الخربان، بتكون أنت في وضع خلائي. أضرب لك مثال، لو بدي أنسق الخلية هذه الوضع الطبيعي أروح على تنسيق وأحكي له تنسيق خلايا، اطلع لي أكم علامة تبويب هنا؟ طلع لي تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة. لو خليت أبو لطفي جوا إجا عند خالتك أم لطفي، هاي دبل كليك، هاي تنسيق خلايا. كم واحدة طلع لي؟ واحدة، والبقية طفت. وصل؟ لا، عشان الخلية في وضع تحرير. الخلية في وضع إيش؟ تحرير. تمام، هذول طفوا. طيب تيجي وتقول لي والله أنا مش عارف أحط وسيط للشغال، او تيجي تحكي انه انا والله المزلاج هذا بدي اكبره، طبيعي. ليش؟ لانه المؤشر موجود. وصلت الفكره يا جماعه؟ هذه مهمه كثير، هذه نفهمها في التعامل مع مين؟ مع اكسل. في شغله ثانيه بدنا نفهمها واحنا بنتعامل مع الاكسل، انه في خلايا مدخله وفي خلايا محتسبه. تمام، انا حبدا اشتغل الان، واجي احكي لي انت مدخل ولا محتسب. ححط واحد الصنف سكر رطل، سعر الوحدة 9 شيكل، الكمية أنا بدي رطلين، الإجمالي في ناس الله أكرمها بنعمة الإكسل ورغم ذلك بتمسك جوالها أو الآلة الحاسبة وبيبدأ يحسب على الجوال وفي الآخر بكتب لي هنا 18 صح؟ أو بستعين بصديق بقول له 9 ضرب 2 بقول له 18 صح؟ وإذا كان بده يبين حاله إنه هو عبقري زمانه بروح بشغل الآلة الحاسبة تمام؟ اللي هي اسمها إيش؟ كالكوليتر يعني، وبيجي بضرب 9 ضرب 2 18 وبيجي بعبي لي إياها هنا 18 وبفكر حاله ان هو جايب علامة رائعة. هذه الخلية محتسبة حسبها هو ولا ادخلها؟ هذه مدخلة رغم ان هي المفروض انها هو حسبها برا لكن اكسل تلقاها مدخلة. طب ايش عرفه؟ انا دغري عيني بتضرب هنا على شريط الصيغة، اذا توائمت القيمة هذه مع القيمة هذه بعرف انه هذه خلية مدخلة. خلية اشملها مدخلة. إذا في الحالة هذه أنت لم تستفد من إمكانيات إكسل، لازم تظهر عندي معادلة بالضبط. فبالتالي إكسل أصلاً هو برنامج للمحاسبة والحسابات والكلام هذا صح؟ حضرتك أول ما بتبدأ تفكر في دماغك لما بدك تيجي تحسب الحاجة إيش بتسوي؟ في واحد إيش بيسوي؟ بروح بيمسك أصابعه التنين السبابة والوسطى بيبدأ يحك في راسه. بتصير معانا ولا بتصير إيش؟ ماسك برفع الطاقية ببدأ يحك في راسه، وبعد أكم من سنة بتلاقيه صلع. إيش السبب؟ نتف شعره وهو بيفكر. الناس اللي بيفكر كتير عشان كذا بجبروا بخاطرهم الصلعان وبيقولوا إنه إحنا بنفكر كتير أذكياء صح؟ إحنا نفس الحاجة، بس بدل ما أحط إصبعين بحط يساوي. مجرد ما أحط إشارة يساوي كأني أنا قلت لإكسل إيش؟ حك راسك فكر، يعني بده يعمل حسبة، بده يعمل معادلة. وصلت المعلومة؟ شغلة أخيرة عشان بعد كده بنقول 30% من إكسل إحنا فهمنا. لما تيجي تحسب أي معادلة تيجيش تقول لي 9 ضرب 2، هذا كلام حيعطيك نتيجة 18، لكن لو إجا أبوك وحكى لك طيب إحنا بدنا نعزم الحارة فزود مين؟ السكر. إيش ضلت هذه 18؟ غلط، رغم ان انا كاتبها ايش؟ معادله، لكن بدي اضطر اجي واعدل على مين؟ على هذه. هذا كلام مزعج.
فالافضل لك انه انت لما تيجي تكتب المعادله تستخدم اسم الخليه. لما تيجي تكتب المعادله اكتبها باسم مين؟ بدلاله اسم الخليه. بدي ابدا افكر، بحك راسي بحط يساوي. يساوي بين تحط الشيء يساوي، يساوي من حالها. طيب بعديها باجي على الخليه اللي بدي احسبها، هذه 9 بضغط عليها ضغطه بالماوس، فهو ايش سوى هنا؟ حدد لي اياها دي 2. يعني زي ما كنا نشتغل في الجبر ايام ما تعلمنا في المدارس سين زائد صاد، مع العلم انه سين 3 وصاد 5، عوض عن هذه في هذه بتطلع النتيجه صح. وعندنا هنا في الاكس نفس الشيء، بس بدل سين وصاد بنستخدم اسم مين؟ الخليه. واسم الخليه يبدا بالعمود ثم السطر. دي 2 ايش احط هنا؟ ضرب ولا جمع ولا طرح ولا قسمه؟ ضرب. طب ليش ليش مش قسمه مثلا؟ ضرب. ما بتاخذ ايش؟ لانه هيك المساله. كثير ناس متفلسفين، ناس خارج الاطار المنطق، بقول لك ايش معنى هنا حطيت ضرب؟ يعني كل مره بده يحط ضرب مسكين. لا، انت حسب فهمك للمساله بتطبق. هاي اشاره الضرب، ضرب مين؟ الكميه. خلصت بضغط انتر. 27 غير الكميه، اجاك ابو قال لك لا بدنا نعزم الحاره ولا بطيخ. هاي 2 ايش صارت؟ 18. اذا صار اكس ليف. لا مش هيك، في كمان احلى. اطلع الان حضرتك بدك تشتري مين؟ 2 بدك تشتري رز. هاي نحول، هاي رز كيس، بدنا نشتري كيلو. سعر الكيلو 6 شيكل، الكمية بدنا 7 كيلو رز. لا سيدي 7 كيلو، انت كريم واحنا بنستاهل. ايش بدي اسوي هذه المرة؟ كل مرة بدي اعمل يساوي واعمل هادي ضرب هادي، بس المعادلة نفسها. تمام. لا، الاصل انه انا ما عملش هيك، انا تعبت وين؟ فوق. حكيت راسي بديش اضلني اصلع يعني. بكل بساطه في خاصيه التعميم، فباجي بعلم هذه المعادله هي في شريط الصيغه دي 2 ضرب اي 2، بعلم عليها من الزاويه من هنا وبنزل لتحت. لاحظ هذه الخليه صارت دي 3 ضرب اي 3، لو بدي انزل تحت ايش بده يكون؟ دي 4 ضرب. عشان كده، عشان هيك بنسميها جداول إلكترونية أو جداول، يعني في النهاية الصفوف كلها تتعامل بنفس المعادلة لكن اختلاف الرتبة أو اختلاف الصف. شفت كيف أنا عممت بهذه الطريقة؟ لو أجينا بدنا نشتري حليب 3، هاي حليب، بدنا هنا كرتونة، هاي كرتونة، كم كرتونة بدنا نشتري؟ 3. سعر الكرتونة 9 شيكل. ايش سوى؟ اذا انت المعادله الاولى انت تعبت اول مره، بدي اعمل قسم، بدي اغير الصيغه، بدي اغير معادله ثانيه. بالضبط، حنيجي كمان شويه اخوك، يعني مش حيسيبك يعني تخافش. تمام. طيب ليش كل مره انا اجي بصراحه اضغط 4 و5 و6؟ لا هذا مزعج الي. اكسل الله يخلف عليه وعلى اللي عمله. تمام. بدي اعمل قائمة او متسلسلة. ايش بدي اعمل؟ متسلسلة او سلسلة. اول حاجة بحط رقم 1 اللي هي من وين بدها تبدا السلسلة؟ من وين بدها تبدا مين؟ السلسلة. تمام. بنتقل هنا الى التعبئة. في التعبئة في عندي هنا سلسلة، شفتوها؟ تمام. السلسلة بدك اياها تيجي بالعرض هيك ولا بالطول اعمدة؟ إذا أنا أول حاجة حطيت أعمدة. 2 الخطوة كل مرة بدها تزيد، الواحد هذه بدها تزيد بقديش؟ بواحد عشان تصير 2، وواحد عشان تصير 3، فقيمة الخطوة كم درجة بده يمشي؟ درجة واحدة. لوين يتوقف؟ لو كتبت 1000 بيعمل لك إياهم. ها انزل تحت، إيش ملاحظ؟ بكتب لك إياهم لألف. تمام. شفت الطريقة؟ كنترول زد تراجع. لو انت بدك تشتغل على 10 و20 فيش داعي للسلسلة. كيف بتسوي؟ بتحط اول خلية اول قيمة وبتنزل تحت بتحط ثاني قيمة.
تمام. هو ايش حيسوي؟ قيمه الخطوه حيطرح، الثاني ناقص الاول، عرف هو قيمه، عرف قيمه الخطوه. فانت بعد ما كذا بتعمل هيك، هل الان صار عندي معلومه حاجتين، معلومه من البدايه معلوم قيمه الخطوه، بعد كذا علمت الاثنين مع بعض هيك، وباجي على الزاويه هذه وبانزل لتحت، صار عندي الحد اللي انا بدي اتوقف عنده. لو بدي اتوقف عند 10 20 30 ما في اشكاليه. تمام. هذه هذه الشغله الحلوه والموجوده في الاكسل السلسله. حتى الايام الان اخواننا هذه الخليه هي محتسبه، بدي الونها باللون الاخضر الفاتح وانسخ التنسيق واكررها هيك عشان كلهم يكونوا نفس التنسيق. لون الخلفيه ايش؟ اخضر. تحت بدك تيجي انت تحسب لي المبلغ. لا لا، التلوين هذا بس انا حطيته عشان انت تعرف انه هذا انا عملت خليه محتسبه بالتمرين، بس برضو علمتك مهاره انه انت ممكن تنسخ مين؟ التنسيق. وهذه المهاره موجوده في الوورد وفي الاكسل، ما في اشكال، يعني بتنسخ التنسيق وبتعمم بصير نفس ايش التنسيق. الان المبلغ الاجمالي اللي ابوك اعطاك اياه ايش هو؟ 500 شيكل. تمام. طيب تسديد ديون مدخلة ولا محتسبة؟ مدخلة. قال بعت لك السوبر ماركت وحكى لك 200. طيب مبلغ اللي هو الفاتورة ايش بديت تسوي انت حضرتك؟ بديت تحك راسك صح؟ يعني بديت تحسب. خلينا نحك راسنا. اول ما بنبدأ نفكر بنحط اشارة مين؟ يساوي. في طريقة ممكن نستخدمها، وفي طريقة إن شاء الله في اللقاءات القادمة حنتعلمها، حتكون أفضل من الطريقة هذه. لكن خليني أتعامل مع هذه الطريقة. أنت إيش حتسوي؟ حتيجي تحكي له هذه زائد هذه زائد زائد، حضر لك شغال زائد، تكتب معادلة أنت. لاحظ. طب إيش معنى ليش حطيت زائد مش ضرب؟ جمع، أنا بدي أجيب ضرب. إذن أنت فاهم المسألة صح؟ أما مستر بطيخة اللي مش فاهم المسألة فبيحكي إكسل صعب، ما له علاقة إكسل. هاي إنتر. تمام. لحظة شوي، هذا مبلغ مين؟ الفاتورة. المتبقي معك 27. هذه بدي أحطها أخضر. ليش أخضر؟ عشان أفهمك إنه أنا احتسبت. المتبقي إيش بدي يكون؟ تمسك الآلة الحاسبة وتحسب. أجمع الـ200. طيب ماشي، وبدك تطرحهم من مين؟ من إذا أنت فاهم إيش اللي بدك تعمله. هذا الفرق ما بين اللي فاهم واللي مش فاهم. طلع إكسل سهل، وإكسل بريء من كل الاتهامات إنه صعب. هو مش صعب، هو بس إنه الشخص اللي بده يستخدم إكسل يكون فاهم إيش المسألة بده يحلها، بيعرف يحلها في الورق والقلم ولا لا. تمام. تعال نحسب المتبقي. بدنا نحسبه، بنحكي له يساوي. إذن هذه خليه إجمالها محتسبة صح ولا لا؟ وخالتك أم لطفي الآن إجمالها تستقبل أبو لطفي، كل طافي صح؟ نيجي بنحكي له هذا المبلغ ناقص هذا ناقص الإشي المحتسب كمان السابق، بمشي الحال. بمشي الحال. هاي إنتر. يعني حضرتك بتطلع بترجع لأبوك ب 213 شيكل. تمام يا سيدي. الآن إخواننا في كمان شغلة، في ناس بتخطئ. عارفين إيش بتسوي؟ بيجي هنا مثلا على المتبقي بيعمل المعادلة كالتالي، بحط يساوي، بكتب على المبلغ، بحطش على المبلغ هنا الرقم، بحط عليه كلمة المبلغ. تمام. ناقص تسديد الديون ناقص مبلغ الفاتورة. هل هالكلام هذا ممكن يطرح؟ شوف ايش حيطلع له. لما تطلع لك الخطأ هذا الهاش فاليو، يعني عندك خطأ. المعادلة فيها خطأ، انت بتحسب معادلة رقمية، كيف طلعت لي نصية؟ فبالتالي هنا الخطأ عندنا انه احنا نركز على الارقام. لتصحيح ذلك اياك انك انت تتعامل مع
الأسماء. الأسماء هذه عناوين زي ما بتكتب على المرتبان عندك شاي سكر، هذه مجرد عناوين، لكن المحتوى بدك تتعامل مع الرقم. إذن تاني يساوي ممكن هذه ناقص، في ناس تانية بتكتب المعادلة هيك، تفتح قوس وبتسكر قوس وبتحكي هذه زائد هذه. في إشكالية عندك؟ لا نفس الحاجة. آي 3 زائد آي 4 بعدين بطرحها آي 2 ناقص النتيجة، نفس النتيجة هتطلع. بس يعني لما طلعت معي فولز قلت انا بدي اجمع الاجمالي اللي هو 18 الى 40. انت في عندك اشكاليه صارت انه انت استخدمت داله. لا انت كده اجمع الايام بالطريقه اللي انت علمتني اياها. انا الطريقه هذه العلميه هذه اللي هي بحل الاقواس الاولويه في الاقواس، بعد كده بخارج الاقواس. لا لا بحكيش عن هيك، قبل بدي ابعت المبلغ بزيد الديون بدي اجمع لهم الاجمالي 18 الى 40 7. بالضبط. هذا الطريقة اللي أنا عملتها توه هنا مبلغ الفاتورة. في طريقة ثانية إن شاء الله حنشرحها لاحقا باستخدام الدالة صم. هيها هذه، هيها الجمع التلقائي، هدول هيها المجموع. أنا ما بدي أعملها الآن. تمام؟ حنعملها لاحقا. طيب. وصلت يا جماعة؟ الآن نعقد المسألة شوية. اتصل فيك الوالد وحكى لك أنا جالس على الفيسبوك وفات على سوبر ماركت ابو خليل، ولقيت ابو خليل حاطط انه في خصم، كل ما المبلغ زاد عن 50 شيكل بدي اعطيك خصم 5%. مهم كثير ولا مش مهم كثير الخصم للوالد؟ اذا احنا بدنا نروح نضيف الخصم. اذا انا ايش بدي اسوي هنا؟ انا المتبقي او المبلغ الفاتوره قبل الخصم، صح؟ معي انت مش معايا؟ لانه حيحاسبك الوالد على تقريرك، لانه اذا التقرير رائع حتستفيد انت. حصغر انا هذول هيك عشان شايفين ايش بتحكم في مين انا؟ في عرض الاعمدة بالشكل هذا هيك. والمتسلسل ماخذ رقم كبير جدا. الان هاي المتبقي قبل الخصم. لو اجيت حطيت هنا الخصم كنسبة، نسبة الخصم، مش هو بيعطيك نسبة الخصم؟ كيف تكتب نسبة الخصم؟ 5% يعني 5 من 100. شوفوا كيف نكتبها. دوت بوينت، آسف، دوت هاي او دوت او 5. اقرأ لي اياه الرقم هذا. 5 من 100 هكذا تكتب. تمام؟ هذه 5 من 100 مش 5 من 10. 5 من 10 بيكون في صفر، بيكونش في صفر هناك، بتكون 50 من 100 او 5 من 10، صح؟ ايش المفروض تحسب انت الان؟ الناس اللي بتتحكم في دماغها بتحلل المشكله. لا، اول حاجه في خطا حتعمله، حتحسب اول شيء قيمه الخصم بالشكل. ايش قيمه الخصم بدها تساوي؟ معادله بدها تساوي مبلغ الفاتورة ضرب نسبة الخصم، بيطلع لك 4 شيكل و35 أقورة. تمام؟ المتبقي معك، المتبقي بعد الخصم، المتبقي بعد الخصم ايش بدي اسوي؟ بدنا ناخذ يساوي هذا زائد هذا، لأنه الخصم هذا مكتسب إلك بالنسبة إلك، وصار معك بدك تروح على الضارب 217 شيكل و35 أقورة. تقرير زي هذا بيرفع للوالد، بشكرك الوالد، بحكي لك رائع هذا الحكي ولا لا؟ هينا تعلمنا مهارات مع الإكسل، لكن قبل ما أتعلم المهارات أنا فاهم إيش المسألة اللي بدي إياها. وضحت يا سادة يا كرام؟ يعطيكم العافية.